نعم يا سيارتنا ما شفنا بعد ضرب رصاص علينا من قبل الجيش مواجهه بالسياره ما معنى اي شيء ماشي بسيارته استشهد اخوي استشهد اخوي وقته وانصبتني ومعي ابن سؤال ثاني هل اللي كان معه سؤال اخر المدارس مفتوحه مدارس يعني سؤال ثالث هل هناك مستشفى ولا مستشفيات ولا الجريح ما بيلاقي مستشفى يعني تخيل هاي الجريح ميداني لانه اذا بناخذ على المشفى الوطني على المشفى الحكومه اختالوه كملوا عليه سؤال اخر هل اذا جاءوا في المستقبل يعني مراقبين يسكنوا هنا في عندكم في خربط غزال يعني احنا ما عندنا سلاح سيادة العقيد والله العظيم ما فيش مستشفى احنا يا سيادة العقيد لو سمحت كلمة سيادة العقيد أربعة أربعة أنا أخذ أولادي اثنين أولادي بيشتغلوا بأرض وزارعين اثنين أخذوهم الاثنين اعتقلوهم والاثنين ضربوهم بالنار هذا ابن وهذا ابن كبير بس شوف الإصابة هون الله أولادي معتقلين أولادي لهم ثلاث شهور ما بعرف عنهم شيء إن شاء الله ليش معتقلين أولادي صاغرين إذا ساعدتونا إن شاء الله يكون خير احنا معاكين.